صدانون. بخارى عاصمة الثقافة الإسلامية والتحف المعمارية. مقال لرند عطية ضمن ملف بخارى. تلقب بالمدينة الفاضلة والمدينة النبيلة، فهي لؤلؤة آسيا الوسطى ورمانة ميزانها اقتصاديا وعلميا، إذ كانت لعقود طويلة منارة العلم وقبلة العلماء التي لا يغلق بابها أمام طلابها من بقاع العالم كافة، فاستحقت أن تخلد في سجلات العلم عبر التاريخ والحضارة. كانت بخارى المدينة الواقعة في جمهورية أوزباكستان على المجرى الأدنى لنهر زرفشان، محط اهتمام المؤرخين والرحالة. وصفها المؤرخ يقوت الحموي في كتابه معجم البلدان قائلا: بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، يعبر إليها آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه، وكانت قاعدة ملك السامانية، واسمها أيضا بومجكث. ولا شك أنها مدينة قديمة نزهة، كثيرة البساتين واسعة الفواكه، جيتها عهدي بفواكهها تحمل إلى مرو وبينهما 12 مرحلة وإلى خوارزم، وبينهما أكثر من 15 يوما، وبينها وبين سمرقند 7 أيام أو 37 فرسخا، بينهما بلاد الصغد. ورد اسمها لأول مرة في القرن 9 الميلادي من المؤرخ الشهير أبو بكر محمد بن جعفر نرشخي، وقد تعددت الآراء بشأن دلالة تسميتها بهذا الاسم، إلا أن الراجح من أقوال اللغويين والمؤرخين بأن كلمة بخارى مشتقة من كلمة بخار عند المغول التتار حين غزوها قديما، وتعني العلم الكثير، فكان المسمى دالا على مكانتها مدينة العلم والعلماء. فماذا نعرف عنها؟ تاريخ من الصمود. في مؤلفه تاريخ بخارى يذكر نرشخي أن أول من بنى مدينة بخارى هو سياوش ابن الملك عز الدين كيكاوس، الذي كان حاكما على تلك المنطقة خلال الفترة من 1211 إلى 1210 ميلادية، حين ترك والده غاضبا وتوجه إلى ملك الترك أفراسياب، الذي أكرمه وزوجه من ابنته ومنحه تلك الأرض التي عرفت فيما بعد ببخارى، فبنى عليها المدينة الخالدة حتى اليوم. ويوضح الكتاب كيف بنيت تلك المدينة قديما قائلا: قد تكون من فيضانات نهر ما صفى الذي عرف فيما بعد باسم نهر السغد، فكان هذا النهر يفيض بذوبان الثلوج في أعالي الجبال، ويجرف جريانه الطمي يملأ به الوهاد، كما يتخلف عنه الماء الذي يكون المناقع. وبعد سواء هذه الأرض قصدها الناس من كل صوب لطيب هوائها وخصبها، وعمروها وأمروا عليها أميرا. كان أهل بخارى يعبدون الأصنام في ذلك الوقت، وكانت تحكمهم امرأة تدعى خاتون، وقد قاومت وشعبها الفتح الإسلامي لتلك المدينة. ويذكر المؤرخون أن أول من اجتاز نهر السغد إلى بخارى هو عبيد الله بن زياد والي خراسان حينها، وذلك عام 674 ميلادية، وما إن دخل حتى أرسلت خاتون إلى الترك تستنجد بهم في مواجهة المسلمين، إلا أن جيوش المسلمين ألحقت بهم هزيمة نكراء ففروا هاربين. وهنا لم تجد حاكمة المدينة إلا التفاوض والصلح مع قائد المسلمين بن زياد، حيث تم الاتفاق على أن تدفع 1000 درهم جزية للمسلمين. رغم ذلك لم يتوقف أهل بخارى عن محاربة المسلمين والعرب واستهدافهم بين الحين والآخر، ما عطل من تمكن الحكم العربي والإسلامي للمدينة حتى عام 705 ميلادية في خلافة الوليد بن عبد الملك، حين ولى الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقيين بين 694 و714 ميلادية، قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان بين 705 و715 ميلادية، وأمر بفتح ما وراء النهر. ظلت بخارى تابعة إداريا لولاة خراسان الطاهريين حتى عام 892 ميلادية، ثم صارت بعد ذلك عاصمة لدولة السامانية بعد أن ولى أمير سمرقند نصر بن أحمد الساماني أخيه إسماعيل على حكم بخارى بناء على طلب أهلها وعلمائها، لتبدأ رحلتها فيما بعد في أن تصبح مركزا للعلوم والصناعة.
وبحسب روايات المؤرخين فإن بخارى كانت تتمتع بمستوى اقتصادي ومعيشي عظيم، إذ كانت موطنا للكثير من الصناعات وألوان التجارة المختلفة، فيما تشير بعض الوثائق إلى أن المسلمين حين فتحوها غنموا منها الكثير والكثير من المال والمصنوعات التي كانت تنافس بها حينها مدينة سمرقند التي كانت تعد من قلاع الصناعة في العالم آنذاك. تعرضت بخارى للتدمير والتخريب أكثر من مرة، لكنها بعد كل حادثة تنهض أفضل مما كانت عليه، حيث دمرت على يد قائد المغول جنكيز خان عام 1220 ميلادية، ثم أعيد بناؤها في عهد خليفته أوكيدي خان، ثم ثار الشعب على حكم المغول وطبقة الملاك عام 1238 ميلادية، لكن سرعان ما أخمدت تلك الثورة، وفي عام 1273 مارس مغول فارس كل أنواع السلب والنهب في مقدرات المدينة وخيراتها، ثم تم تخريبها مرة أخرى عام 1275، وظلت قرابة 7 سنوات كاملة لا يدخلها بشر. أعاد الأمير مسعود بك تعميرها مرة أخرى عام 1283 ميلادية، وبدأت مرحلة تعمير سكاني جديدة إلى أن أغار عليها مغول فارس مرة أخرى عام 1316 ميلادية وأفرغوها من سكانها. وفي عام 1500 ميلادية فتحها الأزابكة التي شهدت بخارى في عهدهم لا سيما أميري بني شيبان عبد الله بن محمود بين 1512 و 1513 ميلادية، وعبد الله بن إسكندر بين 1512 و 1557 ميلادية أوج مجدها، حيث أصبحت مركزا للحياة السياسية والروحية. تناوب على حكم بخارى عشرات الأمراء والملوك من شتى الطوائف والكيانات، وصولا إلى عهد الأمير عبد الأحد خان بين 1885 و 1910 الذي كان إذانا بتقسيم المدينة. ففي ولايته اتفقت كل من روسيا وإنجلترا التي كانت صاحبة النفوذ في أفغانستان حينها على إعادة تقسيم الحدود بين بخارى وأفغانستان، على أن يكون نهر بانج هو الفيصل الحدودي بينهما، وأعلنت ما سمي بإمارة بخارى عام 1887 ميلادية. لكن بعد الثورة الشيوعية في روسيا عام 1918 سيطر الثوار على بخارى وخربوها مجددا. وفي عام 1924 أعلن قيام جمهورية بخارى بشكل رسمي، لكن سرعان ما تقسمت مرة أخرى بين جمهوريات طاجيكستان وأوزباكستان وتركمانستان، وصارت بخارى إحدى المدن المهمة في جمهورية أوزباكستان على الوضع الذي باتت عليه اليوم. تحفة معمارية. رغم المؤامرات التي حيكت ضد بخارى وعشرات الولاة الذين تعاقبوا عليها، ظلت قلعة معمارية لا نظير لها في آسيا الوسطى، رغم كل المرات التي تعرضت فيها للتدمير والخراب، وهو ما يؤكد قوة تراثها وعظمة معمارها الذي استطاع الصمود أمام كل عوامل التعرية الجغرافية والسياسية والتاريخية. ووفق إحصاء الباحثين فإن بخارى بها أكثر من 140 أثرا معماريا متنوعا، منها قبة السامانيين التي شيدت عام 892 ميلادية على يد إسماعيل الساماني، والمبنى عبارة عن مربع تعلوه قبة ترتكز على رقبة تبدأ بثمانية أضلاع وتنتهي ب16 ضلعا، في أركانها 4 قباب صغيرة. وهناك كذلك البوابة الجنوبية لأحد مساجد بخارى التي شيدها القراخانيون في القرن 12 الميلادي، وقد جمعت هذه البوابة كل الفنون الزخرفية في بخارى وعشرات المساجد التي يصفها المؤرخون بأنها تحف معمارية لا نظير لها، مثل مسجد نماسكا ومئذنة كاليان التي أقامها أرسلان خان سنة 1127 ميلادية والمزينة بالطوب المزخرف بمهارة عالية، ومسجد بلند الذي يتميز برواق خارجي به أعمدة خشبية تحمل سقفا خشبيا. كما يحيط بالمدينة سور عظيم هو بمثابة حائط الصد الأمين لها في مواجهة الرمال الصحراوية، وينتشر على جنبات هذا السور 11 بوابة، وهي بوابة إمام، بوابة مزار، بوابة سمرقند، بوابة أقلان، بوابة تلياج، بوابة شركيران، بوابة قرقول، بوابة شيخ جلال، بوابة نمازكاه، بوابة سلحخانة،
بوابة كيرشي، وبها عدد من الميادين الشهيرة، أبرزها ميدان لبحوض وهو ديوان بيكي، وميدان ريجستان وهو أوسع ميدان عام في المدينة، بجانب عشرات المدارس التاريخية التي تعد من أقدم المدارس الإسلامية عمارة في آسيا الوسطى، وأهمها مدرسة مير عرب ومدرسة كوكلتاش أو كوكلداش، ومدرسة خليف نياسكول جهار منار، ومدرسة المآذن الأربعة، ومدرسة كوش فتعني اثنين. ونظرا لهذا التراث الهائل والثروة التاريخية العظيمة، أعلنت منظمة اليونسكو عام 1996 إدراج بخارى ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي وحمايتها. وفي العام التالي مباشرة 1997 ميلادية، تم الاحتفال بمرور 2500 سنة على تأسيس المدينة على مستوى دولي، وسط احتفاء عالمي بتلك المعالم الأثرية الفريدة. وفي عام 2020 أسفر الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة للدول الإسلامية الذي عقد في باكو عن اختيار بخارى مع القاهرة المصرية وباماكو المالية عواصم للثقافة الإسلامية لهذا العام، استجابة لما أعلنته منظمة الإيسيسكو عام 2015 تدشين مرحلة جديدة لاختيار المدن الإسلامية كعاصمة للثقافة الإسلامية. أبرز علماء بخارى. أنجبت بخارى عشرات العلماء في شتى المجالات، ذا عصيتهم في مشارق الأرض ومغاربها، وما زالوا يمثلون حتى اليوم المرجع الأساسي في العلوم التي برعوا فيها، منهم أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الشهير بالزمخشري، عاش بين 1074 ميلادية و 1143 ميلادية، وهو أحد أعلام البلاغة واللغة. قال عنه السمعاني: برع في الآداب وصنف التصانيف، ورد العراق وخراسان، ما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه وتتلمذوا له، وكان علامة نسابة. اشتهر بكتابيه العظيمين الكشاف وأساس البلاغة، بجانب مؤلفات أخرى زخرت بها مكتبات البلاغة في شتى بلدان العالم، منها ربيع الأبرار ومفصل أنموذج، كتاب في نحو العربية، ومشتبه أسامي الرواة، وكتاب النصائح، والمنهاج في الأصول، وضالة الناشد، ومقدمة الأدب، وهو قاموس من العربية للفارسية. كذلك الطبيب والفيلسوف الإسلامي الكبير الحسين بن عبد الله بن سينا، الذي عاش بين 931 و 1037 ميلادية، أحد أعظم رواد الفكر الإنساني في التاريخ، المولود في قرية أفشنة من قرى بخارى، وكان ضليعا في الطب والفلسفة والشعر، لقب بالريس والمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي، كما عرف بأمير الأطباء. كانت له اكتشافات وإسهامات عظيمة في العلوم الفلكية، حيث استطاع أن يرصد مرور كوكب الزهرة عبر دائرة قرص الشمس بالعين المجردة في يوم 24 من مايو أيار 1032 ميلادية، وهو ما أقره الفلكي الإنجليزي جيرما روكس في القرن السابع عشر. ومن أبرز مؤلفاته في الفلك كتاب الأرصاد الكلية، ورسالة الآلة الرصدية، وكتاب الأجرام السماوية، وكتاب في كيفية الرصد ومطابقته للعلم الطبيعي، ومقالة في هيئة الأرض من السماء وكونها في الوسط، كتاب إبطال أحكام النجوم. وفي الجيولوجيا له باع طويل في مجال طبقات الأرض، خاصة في المعادن وتكوين الحجارة والجبال، ويعد من أوائل من فسروا الزلازل بأنها حركة تعرض لجزء من أجزاء الأرض بسبب ما تحته، كما تحدث عن السحب وكيفية تكونها. وفي علم النبات أجرى المقارنات العلمية الرصينة بين جذور النباتات وأوراقها وأزهارها، ووصفها وصفا علميا دقيقا، ودرس أجناسها، وأشار إلى اختلاف الطعام والرائحة في النبات. وكان لابن سينا معرفة جيدة بالأدوية وفعاليتها، وقد صنف الأدوية في ست مجموعات. وفي الطب كذلك له إسهامات عظيمة، حتى إنه لقب بأمير الأطباء، فكان أول من كشف عن العديد من الأمراض التي سبق بها العلماء المحدثين بمئات السنين، كاكتشافه طفيل الإنكلوستوما وسماها الدودة المستديرة، حيث سبق العالم الإيطالي دوبيني بنحو 900 سنة، وهو أول من وصف الالتهاب السحائي، كما كشف لأول مرة عن طرق العدوى لبعض الأمراض المعدية كالجدري والحصبة. وقد أثر ابن سينا مكتبة العلوم بـ450 مؤلفاً،
ما وصل منها 240 فقط، والباقي فقد لأسباب عدة، منهم 150 مؤلفا في الفلسفة وقرابة 40 في الطب. وله مؤلفات عدة في علم النفس والجيولوجيا والرياضيات والفلك والمنطق، ومعظم كتبه كتبت باللغة العربية باستثناء كتابين اثنين فقط وضعهما بالفارسية لغته الأم، هما موسوعة العلوم الفلسفية والثاني دراسة عن النبض. أما العالم الثالث الذي أنجبته بخارى فكان أفضل سفير لها على مر الزمان، هو العالم المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المعروف بالإمام البخاري، بين 810 و870 ميلادية، المولود ببخارى والمتوفي في سمرقند، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن الأحنف الجعفي القحطاني، صاحب كتاب الحديث المعروف بصحيح البخاري، أصح كتاب بعد القرآن والسنة. وللبخاري أكثر من 20 مؤلفا في علوم الحديث استحق بها أن يكون المرجع الأهم والأكثر مصداقية وثقة لدى المسلمين، رغم مئات علماء الحديث الذين عاصروه أو سبقوه. ومن أبرز تلك المؤلفات صاحبة الصيت الكبير، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، المعروف بالجامع الصحيح أو صحيح البخاري، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد، ورفع اليدين في الصلاة، والكنى، والضعفاء الصغير.